بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وحلقة خاصة ضمن برنامجكم مرصد الأحداث. الأحداث المتوالية والمتعاقبة والسريعة التي تجري في عالمنا العربي من خليجه إلى محيطه لا نملك إزاءها، إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يلطف بإخواننا وأن يولي على المسلمين في كل زمان ومكان خيارهم. الأحداث متعاقبة في تونس ثم في مصر ثم في ليبيا وفي البحرين، وأحداث أخرى تجري قبل ذلك. حديثنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله مصبا حول أحداث البحرين. ضيفنا في هذا اللقاء والصحف فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود. حياكم الله شيخ. الله يحييكم شيخ إبراهيم، مرحبا بكم، مرحبا أيضا بالأخوة والأخوات الذين يشاهدوننا. عندي سؤال سيكون أيضا سؤالا مشروعا للمشاهدين نبدأ به حديثنا. أنا قلت سنتحدث عن البحرين، قد يكون السؤال لماذا البحرين فقط؟ الآن ليبيا، الأخوة في ليبيا قد يعانون بعض الإشكالات ونسأل الله أن يلطف بهم. لماذا نتحدث نحن هنا عن البحرين بالذات يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة جميع المسلمين على الخير والهدى، وأسأل الله تعالى أن يولي علينا وعلى المسلمين جميعا خيارنا وأن يبعد عنا شرارنا. وعلى ذكر ليبيا، حقيقة أنا كنت أنظر اليوم إلى عدد من الصور وكذلك بالأمس وقبله، وكل إنسان حقيقة يتألم، حتى لو لم يكن مسلما يتألم لهؤلاء الجرحى والقتلى والأطفال الذين تيتموا والنساء اللاتي ترملن، ولا يملك أدنى، يعني الإنسان الذي في قلبه أدنى رحمة أو شفقة لا يملك عينيه حقيقة لم ينظر إلى هذه المناظر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يكف شر من يريد بهم شرا في نحره، وأن يعجل الله تعالى بإزالته وكشف الغمة عن إخواننا هناك. وإلا بلا شك حقيقة فالقضية الساخنة الآن هي قضية ليبيا، ولكنني أرى في الحقيقة أن عددا من القنوات قد غطى ما يتعلق بها، وأنا كان لي مشاركات أيضا في بعض القنوات حول هذه القضية. وإلا بلا شك أن الجراحة التي في ليبيا هي لم تبرأ، وهذه المناظر التي نراها ينبغي تهيجنا لأجل أن نتكلم عنهم، لكن ربما أنها غطيت في قنوات أخرى، لذلك نحن نتكلم عن موضوع آخر. يبدو أن كلامنا اليوم سيكون عن أحداث البحرين. صحيح. ليس طبعا تساهلا بما وقع في مصر أو في تونس أو في ليبيا، إنما هو ربما أنه لم يغطى تلك التغطية التامة من خلال قنوات أخرى، وبالتالي نحتاج إلى أن نناقش الكلام عليه. يا أخي، أنا أرى أن هناك فرقا كبيرا بين ما يحدث الآن في البحرين، وأكون معك صريح، وما حدث في تونس وما حدث كذلك في مصر وما يحدث الآن في ليبيا. الذي حدث في تونس وفي مصر هو ثورة للشعب كله، وكل الشعب على كلمة واحدة وعلى مطالب محددة مع بعض، لم يؤزهم دول أخرى، ولم يكونوا يطلبون الثورة من دول أخرى أو تدعمه دول أخرى، إما بسلاح أو بغيره، إنما كان كل الشعب يطالب بمطالب محددة يريدها أن تحقق له. وكذلك أنهم كان واقع عليهم أنواع أصلا من الظلم، يعني في تونس مثلا حتى المساجد ما كان يسمح بالصلاة فيها إلا بالنزر اليسير ولكبار السن، يعني كنا لا نستطيع أن ندخل تونس للقاء محاضرات. تخيل يا أخي أننا ندخل جميع البلدان إلا تونس لا تستطيع أن تدخل إليها، بل إنني ألقيت في الأردن محاضرات، وحضر بعض الإخوة جاءوا من عرب 48 من ما تسمى بإسرائيل، جاءوا هي فلسطين لكن المحتلة من إسرائيل، جزء المحتل، جاءوا وحضروا محاضرتي ورجعوا، والأمر في ذلك سهل، وأخذوا معهم بعض كتبي أهديتها إليهم ودخلت. لاحظ اليهود ما منعوها كتبي وكتب غيري، يعني فما بالك بما كان يفعله شين العابدين هذا الذي هرب وترك قومه. يعني فثورة الشعب عليه لا نلومهم في ذلك، فهو قد ضيق عليهم في دينهم وفي دنياهم، كذلك ما وقع في مصر أيضا ضيق عليهم في أمور كثيرة ولهم الحق فيما فعلوا. إنما أخي الذي يقع في البحرين، الذي يرى الشعارات التي ترفع يدرك بأنها مسألة طائفية، ليست مسألة سياسية أو قضية مطالبة بحقوق. نحن نعلم بأن الشعارات هي تدل على ما في قلوب الذين كتبوها. صحيح. إذا قرأت الشعارات التي كتبت في مصر وفي تونس تجد أنها تطالب بمطالب تتعلق بحقوقهم، يعني المالية، حقوقهم في الوظائف وما شابه ذلك. بينما هناك، يعني أنا بالأمس كنت أطلع على بعض الصور، فإذا بعض الصور مكتوب عليها وكان بودي حقيقة أن أحضرها معي، وإن كان موجودة في الإنترنت يعني من أراد أن يراها، يعني مكتوب عربي عربي يا خوان احنا نبغى ايران او ما شابه ذلك من العبارات. اذا القضية يا اخي طائفية، ثم ان ليس كل الشعب
اجتمع على كلمة واحدة. فشعب البحرين ينقسم إلى عدد من الأقسام، فيهم شيعة وفيهم سنة وفيهم أديان أخرى أيضا في البحرين، ليس فقط يعني طائفة الشيعة وطائفة السنة. فليس الشعب كله قد اجتمع على رأي واحد، كلا، بل هي طائفية يدعون إلى شيء محدد. يعني ليست ثورة الشعب يطالب بحقوق مهضومة وبأمور محددة، وإنما هي فتنة أوكمة وراءها ما وراءها. سندخل إلى هذا إن شاء الله. هي في الحقيقة عدوى انتقلت إليهم، فأرادوا أن يعني أن يثوروا، فلم يجدوا يعني شيئا يثوروا إليه إلا أن ينادوا بمثل هذه الطائفية. طيب، مع أنني أعلم، وإن كان أعطنا اللي بعده وبعدين أعلم أن بالنسبة للشيعة في البحرين بالمناسبة، طبعا أنا أقول كلاما من قلبي والله، لا يعني لا أتصنعه، أنا أحب الخير للجميع. وكما أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو لبعض الكفار بالخير بأن يسلموا، وكان يقول اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل، فكان يدعو لأبي جهل أن يدخل في الإسلام محبا للخير له. وكذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى كسرى وإلى غيرهم، يدلك على أنه كان يرغب بالخير لهم. فنحن نرغب بالخير لكل الناس. يا أخي، لو أرفع يدي الآن وأدعو لأكفر الناس وأفجرهم بالهداية، ما يلومني في ذلك أحد، ولا يحق له أن يعترض عليه، بل إنني أسأل الله تعالى الهداية للجميع. فكلامنا الآن على طائفة من الطوائف، سواء تكلمنا على طائفة السنة أو على طائفة الشيعة، لا يعني بأن بيني وبين الشيعة مثلا عداوة شخصية، كلا. يعني أنا ممن درس مع الشيعة الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكان معي في الجامعة زملاء منهم، وكان بيننا صداقة. صح أنني أن أنكر عليه عددا كبيرا مما يعتقد، لكنني مع ذلك لا يمنعني هذا من أن أصاحبه وأذهب معه وأجي، رجاء أن يتأثر بشيء مما يعني يدله عليه من الحق. فلا يعني كلامنا الآن أننا نهيج أحدا على الشيعة، أو أننا ندعو إلى حرب ضدهم، أو إلى قتلهم مثلا، أو إلى فصلهم من وظائفهم، أو إلى عدم إعطائهم حقوقهم، أو عدم إعطائهم حقوقهم. لا والله، بل الإسلام ضمن الحقوق لكل الناس. طيب يا شيخنا، يعني حتى ندخل إلى موضوعنا هذا، يعني كأني فهمت من ملخص الكلام أن هذه العدوى التي انتشرت بعد تونس ومصر هي في أوضاع معينة، وإنما الواجب على بقية الشعوب الأخرى أن تطالب بما فيه صلاحها بأي أسلوب آخر. يعني ليس هناك فقط الثورة فقط التي يعني يريد أن يطبقها البعض في كل مكان. نحن في حاجة يا شيخ، هذه الشعوب تعبت وهي تطالب بحقوقها، وحتى أيضا وإذا قلتم فاعدلوا، تعبت وهي تطالب بحقوقها فلم تحقق لها. يا أخي، زي العابدين 23 سنة ويطالبون بحقوقهم إلى أن طفح الكيل. الحسني مبارك 32 سنة يطالبون، هذا المجنون القذافي الآن 42 سنة يطالبون بحقوقهم. فالقضية، نعم، نقول ينبغي على الشعوب أن تسلك المسلك الصحيح، الطريق الواضح، السبيل البين، العاقل، لأجل أن تطالب بحقوقها دون أن تسفك دماء ولا تهتك أرواح. لكن إذا لم يستطيعوا أن يصلوا، يا أخي، إلى حقوقهم، ماذا تريد؟ أن يبقى هكذا يعني خامدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. في خضم هذه الأحداث، أنه بحاجة أظن شيخنا إلى الحديث حول موضوع ربما قل الحديث عنه في هذه الأيام، الحرص على اجتماع الكلمة وعلى ائتلاف القلوب وائتلاف الأجساد مع القلوب أيضا للشيخنا. جميل. طبعا شوف يا أخي، يعني وجود عدة طوائف تعيش في بلد واحد، هذا ليس أمرا جديدا على الأرض ولا على المسلمين عموما. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من جيرانه طوائف متعددة، صح أنها طوائف غير مسلمة، هي كافرة، لكن مع ذلك تعتبر أديان سماوية أنزل الله تعالى بها يعني كتاب، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا. فكان عليه الصلاة والسلام يزور مرضاهم وغير ذلك. فوجود اجتماع الكلمة ما دام أنهم يشتركون في الوطنية ويشتركون في بلد واحد بمصالح واحدة، وربما كان هذا وهذا يعني حتى يشتركان أحيانا في دكان واحد ويتشاركان فيه، والعلماء نصوا على جواز أن يتشارك الإنسان حتى مع اليهودي ومع النصراني أن يتشارك معهما في تجارة وفي غيرها، ما دام أنه يأمنه ولا يبيعون إلا بضاعة يعني جائزة شرعا ونحو ذلك. فإذا كانوا جميعا في وطن واحد في بلد واحد ومصالحهم مشتركة، فلا ينبغي في الحقيقة أن يدب بينهم الخلاف حتى لو كانت أديانهم مختلفة ومتفرقة. جميل. عمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي مرة فرأى رجلا يهوديا كبيرا في السن، وكان هذا اليهودي قد احدودب ظهره ورق عظمه وكبر سنه، والرجل من شدة الفقر يمد يده يسأل الناس من شدة الفقر. فقال له عمر: أنت ما اسمك؟ فعرف أنه يهودي من شكله ولبسه واسمه. فقال له عمر: أنت ما تشتغل؟ قال: لا أشتغل، أنا كبرت في السن والآن حتى أطعم نفسي، ولا بد أن يعني أن أسأل الناس يعني يشحد منهم. فقال عمر: سبحان الله، يعني
أكلناك في شبابك، لأن في شبابك كان يشتغل ويدفع الجزية، أكلناك في شبابك ونضيعك في شيبتك، لا والله. ثم وضع عنه الجزية وأمر أن يصرف له راتب من بيت مال المسلمين. عمر رضي الله عنه يرى أن هذا اليهودي ليس سارقا ولا كاهنا أو مشعوذا دخل عليهم، ولا وليس هو محاربا، يرى أن هذا اليهودي رجل معنا في الوطن له حق المواطنة. إذن جمع الكلمة عموما في البلد الواحد ونبذ الحرب ونبذ الخلاف قدر المستطاع يا أخي، حتى رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء يغزو بلد ما كان عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى العنف أبدا إلا يجعل في آخر المطاف، كان يعرض عليهم عليه الصلاة والسلام الإسلام، يحاول ويرسل الرسل ويبين لهم الإسلام، وإن كان عندهم شبهات رد على شبهاتهم، ويبذل ما استطاع في سبيل أن يدخلهم في الإسلام. فإذا أبوا عليه ذلك قال طيب بلاش الإسلام، لكن نحن نكون حماة لدياركم ويعني ونقوم عليه وتدفعون لنا جزية. كما أن المسلم يعيش في البلد ويدفع زكاة، كذلك غير المسلم يدفع جزية. لو جاء مسلم وقال يا جماعة أنا لن أدفع زكاة، قلنا له لماذا؟ قال يا أخي لأني فقير، لقبلنا منه ذلك وقلنا إذا ما عليك زكاة. ولو جاء كافر وسكن معنا يهودي أو نصراني ذمي وقال أنا لن أدفع جزية، قلنا له لماذا؟ قال أنا فقير ما عندي جزية، لقبلنا منه ذلك وربما أعطينا من الزكاة أيضا. فالشريعة أوجبت عليهم الجزية وأوجبت على المسلمين الزكاة، وكلا الجزية والزكاة تكون لأجل إعمار البلد. فينبغي في الحقيقة نبذ الخلاف بقدر المستطاع. وأنا والله أحب البحرين وأرجو الخير لأهلها، ويعني وأحزن والله لما أرى هذه الاجتماعات عند دوار لؤلؤة أو عند غيره، أتألم تألما تاما، وكنت أرجو أن لا يقع مثل هذا الخلاف بين الطائفتين بين السنة والشيعة. ولا أقول هذا في الحقيقة يعني تزلفا والله لا أحد أو تقربا إلى أحد، الله يعني يغنينا عن الجميع. لكن الذي أرجوه ألا يحدث بينهم الشقاق والفراق، خاصة أنهم في بلد واحد. صحيح. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، ويقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريق. وأنتم الشيخ أكدتم على أن نظرة المسلمين لغير المسلمين بهذا العدل العجيب جدا. أنا أريد أن أؤكد أيضا من خلالكم من خلال أستاذ العقيدة وذوي المعاصرة على أن أيضا أهل السنة ينظرون لغير من الطوائف التي تعيش معهم بنظرة، أريد أن أسأل عنها، لكن معي من البحرين أخ أسيد. نعم. إذا أنت أسأل هذا السؤال بعد أن نأخذ مداخلة أخ أسيد، تفضل يا أخ أسيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أحييكم أستاذ إبراهيم. أهلا بك. وأحيي شيخنا محمد بن عبد الرحمن العريفي، نفع الله بإسلامه. الله يحييكم. شيخنا الجليل، اسمح لي بمداخلة بسيطة. تفضل. أبين فيها بعض الحقائق التي جرت في البحرين منذ 14 فبراير. إلى يومنا هذا. الحقيقة الأولى شيخ محمد، أن هذه التظاهرة التي خرج بها هؤلاء هي شيعية بكيانها ومخططاتها وقياداتها، وأن ما تروجه القنوات الموالية لهذه الطائفة أن أهل السنة شركاء في هذا، فهذا من الكذب. والدليل على هذا شيخنا أننا لم نجد أي عالم من علماء أهل السنة في البحرين شارك معهم حسيا في الميدان أو معنويا في التأييد. هذا يقودنا لأن نقول أن هذه التظاهرة لا يمكن بحال أن توصف بأنها ثورة شعب على نظام كما هو الحال في مصر أو في تونس. جميل. إنها هي محاولة لتمكين المد الصفوي الإيراني من البحرين. سبحان الله. وأكبر دليل على ذلك غيرة إيران عليهم بتصريحاتها، وغيرة كذلك حزب الله عليهم بتصريحاته. أما قائمة الإصلاحات التي ينادون بها فهي من باب كلمة حق أريد بها باطل. فالبحرين أقل دولة في العالم نسبة بطالة، وهؤلاء المتظاهرون أكثرهم بالإحصاءات أكثرهم موظفون. الحقيقة الثانية أنهم زعموا أن هذه التظاهرة سلمية، وعرضوا في القنوات هذه بطلان هذه الأكذوبة عندما عرضوا الأسلحة التي كانوا يحملونها من سيوف وسكاكين وقناجر ومسدسات. جميل. السؤال لماذا خرجوا بهذه الأسلحة إذا كان خروجهم سلمي كما يقولون؟ الجواب معروف، وأنا نزلت في نفسي إلى ساحة بعد أن فضوهم في المرة الأولى، وجدنا فيها الأحجار الكبيرة، وجدنا فيها الحديد، وجدنا فيها مما يعني يدل على أنهم كانوا فعلا يسعون فسادا في هذه التظاهر. الأمر الآخر شيخ،
عندما ننظر إلى هذا الحدث أعتقد أنه ينبغي أن ننظر إلى تاريخ هؤلاء في البحرين. هؤلاء كان لهم تاريخ دامي في البحرين، عندما تنظر إلى أنهم كانوا يحرقون سيارات الشرطة، بل إلى أبعد من ذلك أنهم كانوا يحرقون الشرطة في سياراتهم. هذا قبل الأحداث. يعتدون عليهم بهذا الاعتداء. أخو سيد. نعم. يعني الشيخ يسأل يقول هذا يعني كان قبل الأحداث طبعاً يعني. إيه نعم هذا قبل الأحداث. يعني في تواريخ معينة يعني. هذا هؤلاء هم أنفسهم. هؤلاء هم الذين الآن في الدوار، هم أنفسهم لم يختلفوا إلا أنهم خرجوا بثوب آخر. بثوب يدعون فيه أنهم بثوب الثورة، ظن منهم أن البحرين تونس ومصر. عندما تنظر فترى أنه ليس هناك أي شكل من أشكال الثورة ممكن أن تنطبق عليه. جميل. كيف يمكن أن تكون ثورة عندما تقارن نسبة لا يمكن المقارنة فيها بنسبة المتظاهرين من الشعب؟ لو كان عددهم هؤلاء مثلا حول الدوار على أكثر تقدير 10,000. احنا سمعنا اخي 300 الذين خرجوا فيه. اخي اسيد، سمعنا ان الاعداد تصل الى 30,000 و40,000، ولا مبالغ فيها؟ لا مبالغ فيها يا شيخ، مبالغ فيها. انت نزلت رايت بعينك رايت بعينك هذه الاعداد؟ نعم يا شيخ، انا كنت امر من جانب الدوار احيانا، وخصوصا عندما اذهب مثلا الى بعض شان عملي او كذا، امر من جانب الدوار فأرى أنه العدد ما يمكن أن يعني بعد أسبوع بعد كذا، يعني يمكن في البدايات أول ما انطلقت المظاهرة إذا أردنا أن نضع العدد الأكبر لهذه التظاهرة ما نعطيهم أكثر من 10,000. طيب أخ أسيد، لو تكرمت. بعد ذلك بدأوا يتناقصون. أخي أسيد، يعني عفوا، يعني أنت ذكرت الآن أن هذه الثورة في تقديرك أنها شيعية 100%، لم يشارك فيها أحد من السنة، وذكرت عددا قليلا جدا. معنى هذا أنه أصلا حتى الشيعة في البحرين ليس مجموعهم وليس جميعهم متظاهرين وليس كلهم يعني مطالبين بمثل هذه الثورة. طيب. هذا صحيح، بل بعض الشيعة أصلا لم يؤيد الخروج. جميل. بعض الشيعة لم يؤيد الخروج وكانوا يرون أن فيه ضرر. طيب. ضرر فعلا قد لحق بهم، ثم هم لما يقولون انه اكبر دليل على انه عدم مصداقيتهم عندما يقولون نحن مسلوبين الحقوق واعتصموا وتركوا المستشفيات وتركوا المدارس، وقع الخلل وبدأت تحتاج الدولة لكي تعوض، معنى هذا انهم ماخذين حقوقهم. طيب جميل. انهم اصلا موظفين يعني لا يطالبون ببطالة ولا. الصورة التي ينبغي ان تبين كذلك يا شيخ انهم كانوا يذهبون حتى يزيفوا للإعلام، يذهبون إلى مستشفى السلمانية، يدخلون فيسرقون أكياس الدم، ثم يأتون ويصبونها على أجسامهم. عجيب. بشيء من التمثيل. هذا موثق يا أخو سيد يعني؟ نعم يا شيخ، أنا أول ما سمعت هذا في البداية ظننت أنه من المبالغة، حتى سمعته من أكثر من طرف بتوثيق، وأتمنى أن أحصل على فيديو إن شاء الله قريبا يوثق هذا. طيب اخ اسيد، يعني انت مواطن يعني بحريني ونحن كلنا يعني اخوه، لكن السؤال هو يعني نصيحتك او توجيهك لشباب البحرين عموما ولاهل البحرين، وايضا ملخص لحاله الناس اليوم او هذه الساعه هناك. انا اعتقد الحمد لله الان اوراقهم قد احترقت، خصوصا بعد ال 300,000 الذين خرجوا. لم يبقى لهم اي شعبيه ولله الحمد، وبدأ التراجع هم أيضا في صفوفهم الذين هم في الدوار. بدأ الآن يعني تقصد يا أخ أسيد يعني هناك 300,000 خرجوا متظاهرين ضد هؤلاء، يعني مثلا هذا قصدك؟ نعم الجانب الآخر، جانب أهل السنة. طيب جميل. طيب جانب أهل السنة أسيد، ما خرج معهم أحد معترضا على تلك المظاهرات التي للشيعة من الشيعة المعتدلين؟ لا أدري، ولكني أعرف أن ممن كانوا من المتسلمين، نعم خرج الكثير منهم. لكن 300,000؟ نعم 300,000 وقد يزيدون. رقم كبير جدا، أنا لا أكذبك، لكن يعني أولئك لما نقول 10,000 وضدهم 300,000 يعني مثلهم 30 مرة، رقم كبير. ولذلك يا شيخ
هذا أكبر دليل يا شيخ أن القنوات التي كانت تروج لهم مثل بي سي وغيرها لما كانت تروج لهم بعد هذا العدد المهول الذي ظهر على الإعلام إذا جئت وتنظر إلى هذه القنوات ترى أنها صمتت صمتا كاملا عما كان يحدث. سبحان الله. أخي وسيد أنا أشكر لك مداخلتك وأسأل الله عز وجل أن يحفظ للبحرين أمنها وشعبها واستقرارها وإن شاء الله تعود الأمور سليمة. لكن أنا أريد أن أبلغ الشيخ شيخنا الشيخ محمد أن إخوانه من المتسننين حملوني رسالة سلام له. الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير. ويسألونه كذلك أن يدعو لهم بالثبات. الله يثبتنا وإياكم ويجزيك خير وبلغ الجميع سلامي ومحبتي والله ودعائي لهم. شكرا الله شكرا يا أخو سيد بارك الله فيك. الحقيقة طرح بعض النقاط أريد أن نستعرضها لكن هي. سؤالي ما زال قائما والله يعني. المعلومات اللي ذكرها ساخنة شوي. طيب هو سؤالي يعني كيف يتعامل أهل السنة وهم أهل السلطة في بلد من البلدان مع الطوائف الأخرى من ضمنها الشيعة يعني أقصد من نظرة عقدية والله يا أخي الأصل أن يتعامل المسلم ومع الجميع بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالعدل مع كل الناس بل كان عليه الصلاة والسلام يقول من آذى ذميا فقد آذاني ومن آذى فقد آذى الله فكان يمنع حتى من إيذاء اليهود والنصارى الذين كانوا هم كانوا يهودا ما كان في نصارى يسكنون المدينة اليهود الذين كانوا يسكنون كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائهم وكان يعطيهم حقوقهم كاملة في بيعه وفي شرائه وفي التزاور معهم بل حتى الحقوق الاجتماعية من زيارة المريض من عيادة المريض وزيارة الجار وما شابه ذلك ومشاركة لهم في البيع والشراء لذلك حتى الدول التي يكون تحت يدها يعني أعدادا من الطوائف حتى لو كانت الطوائف لا تنتسب إلى الإسلام حتى لو كانت يهود ونصارى وهندوس وبوذية وغير ذلك ينبغي احترامهم لذلك يا أخي أنا من أكبر الملاحظات على إيران مثلا الظلم الكبير الواقع على أهل السنة والجماعة من أهل الأحواز ومن غيرها هذا سنتطرق إليه بشكل لدرجة أن من الديانات الموجودة في إيران مثلا ديانة الزرادشتية هذه بقايا من الديانة المجوسية القديمة الإيرانيون في إحصائيات الدولة تقول أن عدد الزرادشتية في إيران هم 100,000 والصحيح عندما تبحث تجد أنهم لا يتعدون 10,000 ومع ذلك لهم مقعدان في البرلمان الإيراني يمثل هذا العدد وأهل السنة والجماعة فوق 20 مليون ومع ذلك ليس لهم ولا مقعد في البرلمان هذا واحد ضروري نطرق إليه هنا الثاني أيضا وهو مهم أن الزرادشتية عندهم 3 معابد في طهران يتعبدون فيها لنارهم التي مسجد. يعبدونها وليس في طهران ولا مسجد لأهل السنة والجماعة ولا مسجد واحد ولا مسجد. لأهل السنة والجماعة وهذا أمر مشهور يعني أنا لم أتي به من عندي جميل. فإذا نظرت وجدت أن الشيعة مثلا في البحرين نسأل الله تعالى أن يهديهم إلى الحق وأن يجمعنا وإياهم على عقيدة لا إله إلا محمد رسول الله الصافية السليمة التي أمر الله تعالى بها يعني مع أنهم معطون لكثير من الحقوق يعني في البرلمان البحريني عدد الشيعة الموجودين فيه 17 عضو في البرلمان اللي هو عندنا مثلا مجلس الشورى وما شابه ذلك ومع ذلك يعني لو أردنا أن نعاملهم كما يتعامل الإيرانيون مع الشيعة مع أهل السنة لما أعطوا شيئا من ذلك جميل والسؤال هو لماذا تدعم إيران يعني مثل هذه المظاهرات وهي تعمل لا أقول تقمع أهل السنة بل المتظاهرون ضد الحكومة الإيرانية مما يسمى بالإصلاحيين أيضا هي تقمعهم ذلك قمع نريد أن نتحدث عن هذا الشيء في وقته إن شاء الله نعم. يعني يقول أخونا وسيد أن هذه الثورة كلها شيعية لم يخرج فيها سني واحد خلافا لما يعني يقول أن هذه ثورة الشعب بسنة وشيعة أحسن وهذه النقطة المهمة لذلك أنا قلت أن الشيعة أن الثورة التي في البحرين اليوم هي ثورة طائفية وليست ثورة يعني ثورة شعب ضد حكومة تريد أن تطالب بحقوقها هي ثورة في الحقيقة طائفية لكنهم استغلوا هذا الجو الذي يعيشه الناس من الثورات في عدد من البلدان والآن الثورة التي في ليبيا والثورة التي في اليمن نسأل الله تعالى أن يعني يدلهم إلى الخير وأن يمكن لهم أهل الخير بإذن الله تعالى فأرادوا أن يمشوا في المسلسل ما دام الدعوة كلها اليوم ثورات والقنوات تنقل هذه الثورات خلينا ندخل في الرحمة ولا في اللعنة يعني أهم شيء أن ندخل في هذه الموجة وإلا في الحقيقة فالثورة التي قاموا بها هي ثورة طائفية بدليل كما ذكر أخونا أسيد أنه خرج يعني مئات الآلاف ممن يعارضونهم هذا أولا من أهل السنة من 300,000 خرجوا والأمر الثاني أيضا وهو أمر مهم أن الشيعة أنفسهم أيضا ليس كلهم قد تظاهر بمثل هذه المظاهرة وطالب بها عدد منهم يقول يا جماعة احنا عايشين مبسوطين وأمورنا طيبة واحنا عندنا رواتب وفاتحين شركات ومؤسسات ومننا ناس وزراء ومننا ناس في البرلمان ومننا ناس سفراء ليش نعمل مشكلة يا جماعة احنا عايشين في الدولة
لذلك يعني هي طائفية وليست القضية عندهم ثورة لأجل استخراج الحقوق. لكن الإشكال أيضا أنها لم تكن مثل ثورة مصر أو تونس، لم تكن ثورة سلمية في البدء، هذه فيها تحتها أيضا نقاط يا شيخ. أو طبعا أنا يعني برضو من باب إذا قلتم فعدلوا، يعني عادة الثورات إذا قامت يكون فيها نوع من الاضطراب ولا تستطيع أن تضبط الناس جميل. الذين معك. يعني في مصر مثلا أنا كنت موجودا في كان هي تزامنت مع معرض الكتاب الدولي في مصر رحمه الله، إيه فأجل معرض الكتاب طبعا ورجعنا نحن مباشرة، كان معي بعض الدكاترة من الجامعة من زملائنا. فالشاهد أول 3 أيام من الثورة اللي هي الربوع والخميس تقريبا أنا كنت موجودا هناك، فالسبت كان المفروض يبدأ المعرض، فلما لم يبدأ رجعت مباشرة السبت ظهرا أو عصرا تقريبا. فرأيت من ضمن المتظاهرين، نزلت الشارع أنظر إليهم، فبعض الشباب الصغار يعني ربما في 16 من عمره ونحوه معه ألواح كبيرة يضرب لوحات الإعلانات وكذا يكسر السيارات، فكان العقلاء منهم يقول له يا ابني أنت بتعمل إيه، دي بلدك ما تكسرش حاجة، لأنه يعلم أنه لا بد أن يوجد في مثل هذه المظاهرات وهذا الاضطراب أن يوجد ناس يخربون. فأنا لا أستغرب مثلا لو أحرقت سيارة سيارتين ثلاث أربع كما رأينا في مصر، خلنا واضحين، رأينا في تونس أيضا إحراقا لبعض الأشياء، لكن الشيء الذي لم نره في تونس ولم نره في مصر هي الأسلحة التي عرضت، الأسلحة التي رأيناها. فلما كما قال الأخ سيد لو كانت القضية فقط توقفت على إحراق سيارات شرطة تكسير زجاج بعض المحلات لقلنا هذا قد وقع في مصر وفي تونس من بعض الرعاع والدهماء الذين لا يستطيع أحد أن يضبطهم. لكن لما تتحول القضية إلى سكاكين أحضرتموها معكم وسيوف أحضرتموها معكم ومسدسات وزجاج مولوتوف قنابل يدوية ونحو ذلك، هنا تأتي علامة الاستفهام، لماذا أحضرتم معكم سكاكين إلى ميدان اللؤلؤة إلى دوار اللؤلؤة؟ ما الفائدة من هذه السكاكين؟ إذا كان معكم مطالبات تثبتونها من خلال الأوراق التي تحملونها، ليش جبت معك سكين؟ ليش تحمل معك سكين في جيبك؟ وهذه قضية مهمة يا أخي، بل زد على ذلك، هل تصدق حتى في الأحداث التي حصلت عند البقيع قبل سنة ونصف أو سنتين، لما تظاهر عدد من الشيعة لأجل أن يدخلوا إلى البقيع، وكان البقيع يعني له نظام معين في الدخول والخروج منه لأجل ضبط الأمور وحماية القبور أيضا، لا يأتي أحد ينبش شيئا من القبور أو يعبث بترابها أو نحو ذلك. فلما أقبل إليهم قوات الشغب حفظ النظام تسمى مكافحة الشغب لأجل ضبط المجموعات الكبيرة التي خرجت، فإذا بعض هؤلاء معهم سكاكين. طيب لماذا أحضرت معك سكين وانجئت إلى المسجد؟ والله ما أقربه مما فعل أبو لؤلؤ المجوسي لما جاء وكمل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زاوية من زوايا المسجد ثم طعن عمر بسكينه، والصحابة ما كان معهم سكاكين يقاتلونه، حتى نزع أحدهم رداءه وألقاه على وجه أبي لؤلؤة حتى يضبط حركته، فلما علم أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات. الصحابة ما كان معهم سيوف في المسجد، جئنا نصلي. كذلك يا أخي مثل هذه المظاهرات، يعني حتى الآن ما وقع في ليبيا، بالرغم من أنه الآن هذا المجنون الخائب نسأل الله أن يهلك عاجل غير آجل القذافي، مع أنه يضربهم بالطائرات ويضربهم بالأسلحة، إلا أنا لم نرى سكاكين مع الناس يا أخي. الناس يصيحون ثورة سلمية لنا مطالب حققها ونسكت، فلما ترى يا أخي هذه السكاكين وهذه السيوف وبعض أنواع الأسلحة التي تشاهد في مثل هذا المكان، تدرك فعلا أن القضية ليست قضية سلمية. أنا أيضا اللافتات التي تحمل، الصور التي حملت، هذه أيضا نريد أن نقف عندها يا شيخنا. لكن معنا أبو عبد الله السلفي من السعودية. يا أبو عبد الله تفضل. طيب عبد الله السلفي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل، وأشكر أخي دكتور فضيلة الشيخ محمد العريفي على جهوده المتميزة، فهو سباق دائما وأبدا في فعل الخيرات، نسأل الله أن يثبته وأن يوفقه وأن يسدده وجميع العاملين في هذه القناة المباركة. بالنسبة أقول أيها الكرام أن الثورات التي قامت في بعض أجزاء الوطن العربي مثل تونس ومصر وليبيا ثورات شعبية قامت بها جميع الأطياف في البلاد. أما الثورة التي قامت في البحرين فأعيد وأؤكد ما قاله فضيلة الشيخ وما قاله من اتصل من قبل، فهي ثورة شيعية رافضية بحتة، لم يخرج لها إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لم يخرج معهم سني واحد، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يستغلون الأحداث ويسرقون الشعارات لأجل تحقيق مصالحهم وأهدافهم التي يسعون لتحقيقها، وهذا هو أسلوبهم في تحقيق الأهداف في أكثر من بلد عربي وغير عربي. ف
فمثلا طريقتهم في الاستيلاء على الرئاسة في لبنان، أولا أنهم قاموا بالتنسيق وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وبعدها انقلبوا على ابنه سعد الحريري ليختاروا من يمشي في ركابهم، ولا يزالون في تمدد للسيطرة على لبنان بالكامل. وكذلك فعلوا في العراق حيث تدخلت إيران وجميع مراجع الشيعة لتثبيت العميل الإيراني نوري المالكي في رئاسة الحكومة العراقية، وكذلك فعلوا في جزر القمر. فلا يزال المتشيع أحمد سامبي يماطل ويتلاعب بالدستور القمري حتى يعطي أكبر فرصة لإيران وأتباعها للدخول إلى جزر القمر. ومن آخر تدخلاتهم في التحريض وإثارة الفتن ما طلعتنا به اليوم نشرات الأخبار من قيام دولة السنغال بقطع علاقتها بإيران بسبب قيام إيران بتهريب السلاح للمتمردين هناك. وما شيعة البحرين أيها الكرام إلا حلقة في منظومة كبيرة لا تنتهي ولن يهدأ لهم بال لا بالإصلاحات ولا بغيرها. فملك البحرين أمر بالإصلاحات، بل وأمر بإعطاء كل أسرة بحرينية 1000 دينار، أي ما يعادل 10,000 ريال سعودي، ولم يفرق في العطاء بين سني وشيعي، بل اعتبرهم سواء. ومع هذا خرجوا في الطرقات وأغلقوا المنافذ والممرات واعتدوا على رجال الأمن بالضرب والقتل، لأن غايتهم هي أن يصلوا إلى السلطة والحكم. فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الثامن صفحة 295 عن أبي بصير عن أبي عبد الله أي جعفر الصادق أنه قال: كل راية ترفع قبل راية الإمام فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. لذلك خرج لنا مرجع الرافضة في هذه المدرسة قبل أيام في قناة أهل البيت وصاح بأعلى صوته قائلا: ملك البحرين طاغوت. فلو نتتبع كلامه لوجدنا أنه يرجع لنص الرواية المنسوبة كذبا إلى جعفر الصادق فصاحبها طاغوت، بل قال عن ملك البحرين أنه كافر لا يؤمن بما جاء به الأنبياء والمرسلون. فملك البحرين وحكومة البحرين لو قدمت لرافضة البحرين ملء الأرض ذهبا فلن يرضوا عنهم، لأنهم في عقيدتهم كفار ونواصب، وهم حلال الدم والعرض والمال، ولا يجوز مؤاكلتهم ولا مناكحتهم ولا السلام عليهم إلا من باب التقية. وهذا ما قرره مؤلف الكتاب، كتاب التقية في فقه أهل البيت، مسلم الدواري، عندما قال أن الدخول في أعمال السلطان على 3 أقسام: فتارة يكون الدخول في قصد التفريج عن المؤمنين، ويقصدون بالمؤمنين أي الشيعة الإمامية، والقيام بمصالحهم وقضاء حوائجهم. وحكم هذا القسم هو الاستحباب، والظاهر من الروايات الترغيب في العمل كما تقدم. فإذا عمل الشيعي في الحكومة السنية فإنه يعمل من أجل أن ينفع إخوانه الشيعة الذين يسمون أنفسهم بالمؤمنين. يقول: وتارة يكون الدخول بقصد المعيشة والتوسع على النفس، وحكم هذا القسم هو الجواز على الكراهة. فإن أحسن إلى إخوانه المؤمنين وسعى في حوائجهم كان ذلك كفارة له، ويدل عليه ما تقدم من الروايات. ثم قال: وحكم هذا القسم هو الإباحة والجواز بلا كراهة. وكلامه طويل وأنا حاولت الاختصار قدر المستطاع. بارك الله فيك. أقول أيها الكرام إذا سمحت لي، لقد رفع رافضة البحرين شعار المطالبة بدولة دستورية ومعناها تعدد الأحزاب والمعارضة في الحكومة، حتى إذا سمحت لهم الحكومة البحرينية بذلك طالبوا بالمزيد والمزيد. والشيعة أيها الكرام لا سقف لهم في مطالبهم، فهم يريدون المزيد والمزيد من التنازلات، وشيئا فشيء فإنهم سيفعلون مثل ما فعل شيعة لبنان. حتى طريقتهم في الخروج أيها الكرام واحدة، فشيعة لبنان اعتصموا في ساحة الشهداء، ورافضة البحرين اعتصموا في دوار اللؤلؤة. لذلك ينادون أو ينادون بالديمقراطية وتطبيق الدولة الدستورية ليستفيدوا من هذه الشعارات وما فيها من مواد تمكنهم من تحقيق مطالبهم. وغايتها وأهمها طرد حكم آل خليفة وطرد أهل السنة أجمع وعبادتهم، ثم مبايعة أهل العمائم في قم وطهران. لذلك على دولة البحرين وباقي الدول الإسلامية السنية التنبه وأخذ الحيطة والحذر، لأن قادتهم في إيران
كانوا ومنذ عام 1945 للميلاد يصرحون ويلمحون ويطالبون بضرورة إرجاع البحرين إلى السيادة الإيرانية، وكان آخرها قبل أشهر ما صرح به حسن شريعة مداري مستشار مرشد الثورة الإيرانية من أن البحرين جزء لا يتجزأ من إيران، وأنها اختطفت بالقوة من الجسد الإيراني، وأن الشعب البحريني يطالب بإعادة البحرين لإيران. وكذلك لا ننسى أيها الكرام احتلال إيران لجزر الإمارات، فإيران لها طموح في دول الخليج أجمع واليمن ولبنان وباقي بلدان المسلمين. وهؤلاء الشيعة للأسف الشديد الذين يعيشون في الخليج هم جنودها. طيب. نسأل الله جل جلاله أن يحفظ الجميع بحفظه. آمين آمين. وأن يجعل من أراد بنا وبأمتنا الإسلامية كيدا أن يجعل كيده في نحره. وأشكركم على إتاحة المجال. شكرا. وأتقدم لكم بالشكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لك، بارك الله فيك أخونا عبد الله السلفي، شكرا جزيلا لمداخلتك. يعني يبدأ من الأخير يا شيخ، لأن هذا الكلام قد يكون فيه تهمة وقد يغضب كثير من الأخوة الشيعة، يقول أنتم تتهموننا بعدم الوطنية. السؤال الذي طرحته قبل اتصال الأخ عبد الله أنا أبدأ منه الآن، لماذا رأينا صورا لحسن نصر الله وخامنئي في مظاهرات البحرينية؟ وهذا الكلام يا أخي أنا تعجبت، أنا أدخل أحيانا بعض الأحياء الشيعية بل أنني أكون معك أشد صراحة. يعني مرة ذهبت إلى الشرقية عندنا في محاضرة، وذهبت إلى سيهات منطقة يعني في منطقة القطيف وأكثرها ممن يقطنونها الشيعة، ودخلت إلى أحد الشوارع هناك في سيهات فرأيت صور خامئني، ورأيت صور حسن نصر الله، ورأيت صور كبيرة جدا يزعمون أنها صور لسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، ولم أرى صورة واحدة لا للملك عبد الله ولا للأمير سلطان ولا للأمير نايف ولا للأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، ولا واحدة من هالصور. يمكن تعليق الصور حرام. كل ما أدري، كل الصور اللي موجودة صور لأئمة يعني من قادة الشيعة يعني يحكمون في دول أخرى، فدليل أن القضية انتساب إلى أولئك، ما هي بانتساب إلى هذه الدولة. لكن عفوا شيخ، إذا قالوا طيب أيضا حتى أهل السنة والمسلمون في عموم العالم يؤمنون بإمامة الشيخ بن باز وابن تيمين رحمه الله ويستفتونهم، فالأمر في هذا نفس القضية. نحن أهل السنة في العالم ما يؤمنون بإمامة ابن باز وابن تيمين، يؤمنون بإمامة كل عالم، لذلك يستفتون ابن باز وابن تيمين ويستفتون الألباني في الأردن، وكانوا يستفتون المشايخ اللي في مصر، وإذا كان عندهم علماء في بلدانهم استفتوهم، وفي كل بلد لهم مفتي. لكن أنا الذي أعنيه يا أخي أعني المرجعية التامة والطاعة التامة التي لا يمكن أن ينكرها. يا أخي يكفيك أن في بعض المواقع الآن لبعض يعني مشايخ الشيعة الموجودين عندنا في الداخل ينشروا تزكيات من السستاني ومن غيره، وينص السستاني وغيره في هذه التزكيات، ووضع الآن تقريبا 10 أو 6 تقريبا أظن شال بعضها ونشرها الآن، لو تدخل موقع وجدتها، وكلها ينص عليها ذاك الرجل السستاني وغيره على أن يقبض الخمس من الشيعة الموجودين في المملكة، وأن يأخذ منه مقدارا وأن يرسل الباقي إليه في العراق أو يرسل الباقي إليه في إيران. فالقضية يا أخي أن الولاء أصلا ما هو بالولاء لدولته التي يعيش فيها، يعني الشيعي الذي في البحرين هو ما يوالي ولي أمره في البحرين ولا يرجو له أن ينشئ بلده وأن يرفع، يتمنى يا أخي أن يحكم خامئني بدل ملكه الذي في البحرين، هذا يتمنى أيضا أن يحكمه يعني رجل يوافقه في مذهبه، يتمنى أن يوافقه في مذهبه. ولا يا أخي ما هو السر في تعليق تلك الصور في شوارعهم إلا تعلق القلوب بأولئك؟ ثم هذه الصور في الشارع ليست في بيوت يا أخي، يعني يستطيع أي واحد يمر في الشارع أن ينزعها، ومع ذلك ترى أحيانا 10 صور و20 صورة تعلق على جدار واحد ومصورة على A4. بل إنني حدثت بعض رجال الأمن هناك فقال والله يا شيخ أننا ندخل إلى هذه الشوارع وننزعها ثم لا نعي بعد ساعات إلا وقد ركب بدلها. فأنا أعني بهذا يا أخي لما تقول لي لماذا هؤلاء يعني لا يوالون بلدانهم ولا يوالون ولاة أمرهم ونحو ذلك، هذا الأمر يا أخي هذا هو الضلال. يا أخي أنا كنت لما أسافر إلى فرنسا وإلى ألمانيا وإلى غيرها يسألني بعض الإخوة ممن هم جنسياتهم فرنسية، سواء هم فرنسيون أصليون يعني فرنسيون ودخلوا في الإسلام، أو من الإخوة الجزائريين وغيرهم ممن سكنوا في تلك الديار وهاجروا إليها وحصلوا على جنسيات البلد، وليس فقط فرنسا، حتى في بريطانيا وفي غيرها. فكنت أقول يا أخي من واجب هذا البلد الذي أنت تحمل جنسيته
أن تواليه فيما ليس فيه معصية الله سبحانه وتعالى، وأن تحافظ على هذا البلد، وأن تشارك في إنشائه وفي الاختراع إن كنت مخترعا، في الحفاظ على لحمة البلد ما دام أنه ليس في معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المؤمن يا أخي يحرص على بلده حتى لو كان الحاكم الذي يحكمه غير مسلم، يحرص على نشأة الوطن، نشأة البلد. صح أنني أنا أبغضه في الله لأنه غير مسلم، لكن مع ذلك أنا وإياه أبناء بلد واحد. أما هؤلاء فهم في الحقيقة انظر ماذا يفعلون لما يعني هو في بلد عربي وفي بلد مسلم في البحرين ويرفع عربي عربي يا خوان احنا نوالي ايران او نحو ذلك. هذه رأيتها بعيني يا اخي ومشورة في الانترنت. لو احد من الاخوة الان دخل جوجل وكتب شعارات الشيعة في مظاهراتهم في البحرين ستجد مثل هذه الصور، سيرى يا اخي الاسلحة التي كانت معهم. وانا والله يا اخي اني احب لهم الهدى واحب لهم الخير، وكما ذكرت انا عندي اصدقاء منهم وزارني بعضهم في بيتي وجلست معه، بعضهم اقتنع وتسنن وبعضهم لم يتسنن وخرج، وما جعلناك عليهم كفيلة يا حفيظة. انا لست مسؤولا عن ان يهتدي او لا يهتدي، انما المقصود اننا نرجو الهداية لهم جميعا. وانا لما اتكلم بهذا الكلام لست عدوا يعني شخصيا لهم، وان كانت عداوة الدين وبغض الباطل موجودا عند المؤمن، لكن اقصد ليست عداوة شخصية. والله لا نافسوني في انتخابات ولا نافسوني في شراء ولا بيع ولا جاءوا بيفصلوني من الجامعة، إنما القضية يا أخي رغبة في هدايتهم ودلالتهم على الحق. شيخنا كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك الدين. إذا قيل عن حاكم من حكام المسلمين من شخص يرجع إليه الآخرون أنه طاغوت وأنه كافر، من الطبيعي أن يثور الناس ضده. يعني هل يمكن أن يقبل مواطن بأن يأخذ هذا الحكم من شخص خارج بلده؟ عموما مع الأسف يا أخي إبراهيم، عبارات التكفير عند الشيعة أسأل الله تعالى أن يدلهم على الخير وأن يهديهم ويصلحهم عبارات أسهل من شرب هذا الماء، ويطلقون إطلاقا تاما. يا أخي جلس أي واحد مكاني من المشايخ من أهل السنة واسأل عن مسائل التكفير، تجد أنه يلف ويدور ولا وده يكفر ويتحرج، وإذا وجدت الشروط والدلائل وكان فهم الحجة وبلغته الحجة وأنه لا يكون عنده شبهة، وتحاول أن تبحث عن أعذار لأجل أن لا تخرج أحدا من الإسلام. لذلك ترى دائرة الإسلام دائرة واسعة عند أهل السنة والجماعة. أما إذا استمعت إلى غيرهم فتجد سبحان الله أن التكفير عندهم كأنما يطأ نملة برجله، لا يهتم، وكلمة كافر عنده كأنما هو يشرب ماء ما عنده فيها مشكلة. والله يا أخي تأتي وتكفر رجلا يعني يحكم دولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله الصحابة عن مقاتلة الولاة قال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. من العجيب جاءني مرة واحد، وذكرت القصة مرة في خطبة جمعة يمكن أيضا موجودة في موقعي، شاب أرسل إلي رسالة يسبني وكذا، فاتصلت به متلطفا هو من الشيعة، ثم دعوته إلى زيارتي من هنا وهنا، وافق وجاءني بعدها بيوم أو يومين، وجاء وهو يتكأ على عصا. أنا استغربت، شاب يعني يمكن عمره يعني لا يزال في شبابه، والعصا لم يكن يتكأ إنما يحملها ويضعها على الأرض، جاء وحط العصا بجانبه. فصبيت للقهوة والشاي، وكان ولدي الصغير يصب القهوة وحلا، وضحكت معه وتلطفت وتبسمت لأنه كان مستوفز لما جاء وكذا ومتحنق، فكأنه ارتاح وبدأ يتحدث. فقلت له أنت ماذا تعتقد فيه؟ قال من غير زعل، قلت من غير زعل، قال أعتقد أنك كافر بالله العظيم، وأنك أنت وأبو جهل وأبو لهب وفرعون سواء. فقلت تدري أنا ماذا أعتقد فيك؟ قال إيش؟ أكيد أني كافر. قلت لا والله لا أعتقد أنك كافر، لأنك على جهل، أنت تعتقد أشياء وأنت تظن هي الإسلام، من تنقص القرآن، من تكفير الصحابة، من إلى غيره من الدعاء أن عليا رضي الله تعالى عنه يعلم الغيب وغيره من الأمور التي يعني لا يقول بها مسلم مخالف لصريح القرآن. قلت أنا لا أرى أنك كافر، قال إلا أنت كافر لأنك تبغض الإمام علي وتبغض الحسن والحسين. قلت يا أخي اقسم بالله أني أحبهم أكثر من نفسي. قال لي أنت تقية بس تقولها بلسانك. قلت أسأل الله أن يشلني في مكاني إن كان كذاب. فالشاهد بعد نقاش طويل وجلستين ثلاث تسنن ولله الحمد، والآن له نشاط في الانترنت وفي غيره في الدعوة إلى الله. العصا دي وش أي أحسن العصا. جاءني زائرا قبل أسبوعين، لأنه يعني أنا مشغول حقيقة ويتصل أحيانا يبغي يزور وأنا أعتذر.
فاتصل مرة وكنت في الرياض وقلت طيب تعال، فجاء وتكلم معي عن بعض جزاه الله خير بعض جهوده، ثم قال يا شيخ والله أنت حبيب. قلت ليش؟ يعني قصد أنك طيب أكثر من لازم. قلت ليش؟ قال تذكر تلك العصا لما جئت بها؟ قلت تصدق أنا استغربت لأنك شباب وحامل معك عصا غريبة. قال تلك لم تكن عصا إنما كانت سكين. إي والله العظيم هذا كلام. قال كانت سكينا، يقول اشتريتها قبل أن آتيك، هذه يعني على شكل عصا وموجودة في السوق أظن تباع. إي لما تنزع ال هذا المقبض. اللي فوق إيه المقبض مباشر يطلع لك سكين من داخل. فيقول فكنت جئت بها، وطبعا إن شاء الله لم يكن ينوي يعني قتلي، لكن يقول كنت خايف وبدافع عن نفسي وممكن لو سويت شيء أنت أني أطعنك ونحو ذلك. فأنا أعني بهذا يا أخي أن المسلم مأمور أن يرحم الناس جميعا. يا أخي الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال رحمة للمؤمنين، رحمة للمسلمين، رحمة لأهل السنة، رحمة أنت رحمة للعالمين. لذلك يا أخي نحن أنا مأمورون أن نتعامل مع جميع الناس بالرحمة. ولو اتصل بأحد من البحرين من المسؤولين وقال لي وش رايك ماذا نفعل بهؤلاء اللي عند دوار لؤلؤه، لا أقول أن له يا أخي عاملهم بالرحمة واللطف وحاول هدايتهم والتفاهم معهم بقدر المستطاع. أما يا أخي أن يعني أن يكفر أحد أو أن يقال أن فلان طاغوت واقتلوه أو أنه قد أهدر دمه ونحو ذلك، هذا ينبغي أن لا يكون إلا في أضيق الأمور إذا يعني دلت الأدلة على مثل هذا. بارك الله فيك. لكن الأخ سيد وكذلك أخونا عبد الله السلفي كان رأيت متفقوا على نقطة. الأخ سيد يقول كلمة الحق يريد بها باطل، وأخونا عبد الله يقول أيضا قدرة على استغلال بعض المواقف والأزمات. يعني نظرة في هذا، كيف يستغل بعض الناس هذه الأزمات للخروج بقرنه ويعني تشويش على الناس؟ هو هذا الكلام يا أخي، وكما أن المرتدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم استغلوا ما وقع المسلمين من نوع اضطراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عند المسلمين نوع من يعني الاختلاف ما بين كان في حياته عليه الصلاة والسلام وما بعد وفاته. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعاء، ومع ذلك لم يتغير جسده الطاهر المبارك صلوات ربي وسلامه عليه حتى دفن صلى الله عليه وآله وسلم ليلا. فالمقصود من هذا أن أولئك الذين ارتدوا استثمروا الحدث وارتدوا عن الدين و لمصالح شخصية. إيش المصالح؟ ما قالوا سنترك الصلاة ولا قالوا سنترك الحج، قالوا لن نؤتي الزكاة لأن الزكاة فيها دفع فلوس، فأرادوا أن يوفروا على نفسهم أموالهم. وقالوا لا نزكي. طيب إيش حجتكم؟ قال لا نزكي إلا لمن صلاته سكن لنا، فإن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال لا ما نعطيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعطيها غير. فاستثمروا الحدث لأجل أن يستفيدوا منافع مادية لهم أنفسهم. الذي وقع الآن في عند شيعة البحرين هو مثل هذا. استثمروا الحدث اللي وقع عالميا الآن، وأن الدول تغلي، وأن كل حاكم دولة اليوم يقول لا يثورون الشعب، لا يسوون شيء الشعب، أنا خايف من الشعب، لا يعملون لي مشكلة الشعب ونحو ذلك. فأرادوا أن يستثمروا، يعني كما قال الأول يقول ذكرتني الطعنة وكنت ناسيا. ما دام ان كل الدول ثائره خلينا نثور ونطالب بزياده حقوق، فان اوتينا حقوقا زائده ما خسرنا شيئا فهذا بركه وخير، وان لم نؤتى فنحن ما خسرنا شيئا، هذا نثرنا وجلسنا عند الدوار كم يوم وغبنا عن دوامنا ورجعنا له. والعجيب سبحان الله ان عددا من، بالمناسبه كنت اقرا اليوم بعض التقارير، عددا من كبار الشيعة حتى من خارج البحرين جاءوا إلى البحرين وحاولوا أو أنهم مكنوا من الدخول على بعض المسؤولين ومقابلتهم، وكان هؤلاء اللي عند دوار لولو يعطون الطعام والشراب ونحو ذلك. فأنا أعني بهذا أنهم يعني هم مدعومون في الحقيقة، ونسأل الله تعالى أن يرد كيد من أراد يعني بالإسلام والمسلمين شرا، نسأل الله أن يرد كيده في نحره. أنا كل ما أردت أن نقاطعك أني يعني عجبت بكلامك الله الرحمن فأنسى لك. السؤال هو سؤال سياسي الآن، معليش يعني يعني الآن لما قام هؤلاء رأينا يعني بعض الدول الغربية قامت معهم وكذا، مع أن هؤلاء يعني ولاؤهم متجه لإيران كما هو واضح، والعداوة قائمة على شدها بين الغرب وإيران. الناس يسألون هنا هذا السؤال مشروع، يعني كيف يكون هذا التزاوج؟ والله يا أخي أنا كنت أقرأ هذا اليوم أيضا في تقارير سياسية، يعني يقولون أن أوباما من اليوم الثاني اتصل بملك البحرين وقال لها تستعمل العنف ولا تفعل كذا وفعل كذا، يعني المقصود أنه اهتم بالموضوع. بينما القذافي المجنون هذا الخائن صار له الآن قريب من أسبوع تقريبا
يعني أو قريبا من هذا الرقم، وهو يقتل في الناس تقتيلا ويضربهم بالطائرات وتهتك الأعراض ويرمل النساء ويتم الأطفال وتراق الدماء في الشوارع وتحرق الجثث، ويدخل المرتزقة والأوباش على المستشفيات ويسرق الجثث ويحرقونها، يسرقون موتى ويحرقونها، ومع ذلك الغرب ساكت ولم يقل شيئا. بينما البحرين جمع لك 10,000، وأولئك تظاهر قريب من مئات الآلاف بل من المليون الآن، الشعب كامل يقوم في كل الدولة، ومع ذلك لا أحد ينصرهم ولا أحد يتكلم عنهم، وهؤلاء يقوم 10,000 يتجمعون ولم يضربوا برصاص، ولم يقتل منهم يعني أحد أظن أو يمكن واحد أو اثنين، ولم يعني يأتيهم شيء مما أتى الذين في ليبيا، ومع ذلك يتصل عليه ويهتم بهم. هذا بلا شك أن له سر، وإن كنت أنا معلوماتي بالسياسة يعني ليست واسعة فلا أستطيع أن أقول يعني شيئا، لكن ربما الأسطول الأمريكي وجوده قريب من البحرين وهو من أكبر الأساطيل التي تملكها أمريكا، ربما أن هذا له دور أيضا، هناك قاعدة أمريكية يعني قريبة، فربما أن هذه لها سبب. بارك الله فيك شيخنا. ومن الله. ننتقل من يعني من هنا إلى أرض الكنانة إلى مصر ومع أخينا محمود. تفضل يا أخ محمود. يا أستاذ محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. أحيي الشيخ الدكتور العريسي أولا، وأهني قناة وصال وقناة صها، وأقول لك اطمئن يا شيخنا، فإن مصر بجانبكم مهما كانت الظروف. الله، أنت أقول مصر هم مشايخنا وأحبابنا، هم يعني الذي حفظنا القرآن هم مصريون، واللي درسونا في الجامعة هم مصريون. أحييك وعرفت أن مصر لن يدخلها التشيع أبدا مهما دامت، وأن أهلها السلفيون. وأقول لك لا تقلق بشأن البحرين، فإن الشيعة هم الخاسرون في النهاية لا في البداية. وأقول لك أننا بإذن الله تعالى لن نسمح لأي شيعي أن يكون في مصر مهما كان، وستكون مصر بجانب السعودية. وأهنيكم بعودة ملكنا الحبيب الملك عبد الله. شكرا شكرا يا أستاذ محمود. أخونا عبد الله تفضل. أستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. تفضل أخوي. مساكم الله بالخير. مساء الخير، تفضل. كيف حالك؟ الله يحفظك ويسلمك. طيبين بخير، تفضل مداخلة سؤال. هذا فتنة عاد يمشي على طهران ولا لا كلها؟ طيب ليش ما تضرب إيران وتريح مرة من الفتنة هذه كلها؟ طيب نوجه السؤال للشيخ حمد علي. طيب شكرا. شكرا يا شيخ عبد الله. قبل ذلك محمود متفائل جدا، انا يعني احمد له هذا التفاؤل، واتذكر ان الازهر الذي هو منارة العلم على مدى القرون يعني انشاه قوم اخرون، فابى الله الا ان يكون يعني منارة علم وهدى، فهذا من التفاؤل المحمود يا شيخ. من تعليق على هذا يا شيخ؟ انا اتفائل كتفاؤله، بل انا لي وجهة نظري ايضا ربما هي اوسع من كلام الاخ محمود. أنا كنت خلال سنتين أو ثلاث ماضية أبحث في أشراط الساعة، وكان عندي دروس في المسجد فيها، وبعدين طلعت في كتاب اسمه نهاية العالم، فوجدت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر أدق الأشياء مما يقع في آخر الزمان، ذكر تزيين المساجد، ذكر يكثر فيهم السمن، ذكر ينتشر القلم، يبدو يعني يكثر اللي يكتبون يعني اللي يعرفون قراءة الكتابة، تنتشر الكتب سوى القرآن، يعني يبدأ الناس يهتمون بالقراءة والثقافة وكذا أكثر من اهتمام بحفظ القرآن، وهذا واقع. يعني أشراط دقيقة، يعني إحنا يعني لا يتعلق بها عبادة، مسألة مثلا يكثر السمن، طيب تشارك المرأة زوجها في التجارة، لا يتعلق بها عبادة معينة، إنما هي معلومة يخبر بها الذي لا ينطق على الهواء عن أحداث آخر الزمان. ذكر من ضمن الأحداث قتال المسلمين لليهود، حديث المشهور تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول حجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلى الغرقد إلى آخر. ذكر قتال المسلمين للنصارى أيضا، فيأتي النصارى كما في صحيح مسلم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 إلى آخر. ولم أجد حديثا واحدا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قتالا لقوم يتشيعون لآل بيتي أو يزعمون محبتي ومحبة آل بيتي أو في أي إشارة إلى وجود شيعة في آخر الزمان. لذلك حركة التسنن الواسعة الكبيرة الآن بين الشيعة، يعني أنا يا أخي بعد خلال السنة الماضية فقط، مع أنني يعني لست متفرغا للكلام عن التشيع وبحثه ونحو ذلك، لكن أحيانا يتصل بعض الإخوة ويلزم أنه يعني يأتيني في البيت،
عدد اللي تسننوا في البيت عندي بس جاء وناقشني وطلعه سني 4 أو 5. ما شاء الله. هذا خلال سنة تقريبا أو أقل من سنة، مع أنهم يرسلون رسائل دائما ويتصلون، وأنا أعتذر وأحولهم على بعض الأخوة المتخصصين. يعني يمكن ما يمر أسبوع لو يتصل أحد يريد يتسنن ويريد يناقش وأحوله على بعض الأخوة المتخصصين لهم أفرغ مني. هذا بس اللي جاءوا في بيتي 4 ولا 5، وأنا أعلم أن أعداد من الأخوة الذين يعني هم مهتمون بالتشيع وقضاياه يتسنن على أيديهم أعداد كبيرة. إنما يظهر لي أنه لن يكون لهم قائمة قوية يعني ودولة تنصرهم، ونظرتي يعني وإن كانت نظرة يعني إن شاء الله تعالى تنبني على أدلة شرعية بأن إيران لن تستمر على هذه القوة، والتشيع لن يستمر على هذا الظهور وهذه القوة مع كثرة ما يبذل فيه من أموال وما يصرف فيه من أوقات وما يبذل له من يعني أيضا هذه القنوات الفضائية والمواقع وغيره، وبإذن الله تعالى أن كثيرا منهم سيهتدون. جميل. والهداية ولله الحمد حقيقة من خلال صبر ما أرى تكثر في شبانهم وفي فتياتهم، وأنا لا أكاد أحصي عدد من يرسل عدد من يتصل من شبابه ومن فتياتهم، بل الآن نساء متزوجات ويعني آخرهن أرسلت لي إيميل أمس وقبل أمس، وكانت يعني الله يجزيها خير تسننت وتحاول أن تهدي زوجها إلى الخير ونحو ذلك. اليوم كان عندي أخ من الإمارات في بيتي تغدى عندي، وكان يحدثني أيضا عن تسنن أعداد ممن هم عندهم. فأنا أعني أن الهداية إلى الخير وإلى الحق هي تنتشر في صفهم، لكن ينبغي أن يحسن دعوتهم، أن يبين لهم منهج الشرعي، أن يبين لهم أيضا الاتهامات التي تثار على أهل السنة من بغضهم لأهل البيت. يعني يا أخي، واحد منهم كان يلقي في التلفزيون قبل فترة شيخ معمم، وكان من كلامه وأنا قلت كلامه في النص بالنص يقول وأئمة الحرمين اللي هم أئمة الحرم المكي والحرم المدني، يعني السديس والشريم والشيخ صلاح البدير والمجموعة، يقول أئمة الحرمين هم معادون لآل البيت كفار ولا يجوز الصلاة خلفهم. هذه فتوى جديدة يعني. هذه يلقيها ترعى المحاضرة على الناس، يقول أئمة الحرمين معادون. طيب من وين جبت أنا أئمة الحرمين معادون لآل البيت؟ من أين جئت بها؟ لأنهم يحبون أبا بكر وعمر. لأنهم يحبون أبا بكر وعمر، على طول صار يبغض علي رضي الله تعالى عنه ويبغض الحسن والحسين وغير ذلك. يعني ما الذي يمنع يا أخي من أن أحب الصحابة جميعا، أحب آل البيت وأحب غيرهم؟ فمثل هذه النصوص حقيقة، مثل هذا الكلام يهيج به أحيانا بعض شبابهم وفتياتهم، فمن وفقه الله تعالى إلى الحق وجاء يبحث ويقول يا ناس أنا سمعت مشايخنا يقولون كذا، إيش الحق؟ هل أنتم فعلا تعادون آل البيت؟ لنقولن له لا والله ما نعادي آل البيت، لا والله لا. من عادى آل البيت ومن كفر علي رضي الله تعالى عنه أو سبه أو لعنه فهو في الضلال، كضلال من سب أبي بكر وعمر وعثمان، سب أبا بكر وعمر وعثمان. وليس عندنا تقية في هذا الشيء. نعم. أخونا عبد الله يعني متضايق، يقول إيران أشعلت هذه الفتنة، يجب أن يرى لها حل. أنا أسأل أيضا، أقول رمتني بدائع وانسلت، يعني دعمت الثورات طبعا جعجعة وكلام وصوت فقط، بينما الواقع الآن في إيران هناك يعني إشكالات، وهناك مظاهرات تخمد بالقوة للشيعة أنفسهم فضلا عن السنة الذين كما ذكرت ليس لهم أي حق وحقوقهم كلها مسلوبة. الحديث لا بد أن يجرنا حول هذا يا شيخ. هو نعم، طبعا إيران الآن هي دعمها حتى للشيعة البحرين قوي، يعني الأخبار ذكرت بأن يعني سفينتين صغيرتين كانت محملة بالأسلحة وقبض عليها، قبض عليها خفر السواحل الخاص بالبحرين قبل أن تدخل إلى جزيرة البحرين، وكانت جاية من إيران أسلحة لدعم الشيعة المتظاهرين. طيب ما هي يا أخي مظاهرات سلمية، احنا اتفقنا، ايش الحاجة يكون مع الواحد كلاشينكوف ومسدس في جيبه؟ ايش الفائدة لهذا مدام انها سلمية ولم يأتي الجيش لقتلهم او رميهم بالرصاص او ضربهم بالطائرات؟ كان الاولى يا أخي ان ترسل للمسلمين المستضعفين الان في ليبيا ليدافع عن انفسهم ان كنتم فعلا ترجون الله ونصرة الحق والإسلام. هذا امر. الامر الثاني، إيران الان مليئة بالزعزعة، والسلطة الدينية الشيعية يعني القبضة التي كانت تقبضها بدأت تخف، وهذا أمر طبيعي. يعني مع تقدم الزمن يبدأ الناس يعني يعون الواقع، ومع انتشار الإنترنت الآن والفضائيات بدأ بعض الناس الذين يظنون أنه ليس هناك سبيل إلا ما يقوله لهم إمامهم الأعظم، بدأوا يرون هناك سبل أخرى أيضا ممكن أن تتبع، وأن الحق عند غيره وليس عنده. بل أن الشارع الإيراني نفسه يعني هو شارع غير ملتزم، يعني غير متمسك بالدين. ومن ذهب إلى هناك من الإخوة، ذهب بعض الإخوة وحدثني عن الواقع الشارع هناك، يعني نحن أحيانا
نظن والله كل اللي في الشارع ما شاء الله هم ناس ملتزمون بالدين ونساء محجبات. الأمر ليس على هذه الصورة، إنما هي مظاهر في كثير من الأحيان ليس لها حقائق في الداخل. أيضا هذه الظاهرة الصوتية والأسماء جعجع ولا رطحين في كل بلاد العالم، لا سيما في إفريقيا، يعني ذكر أخونا عبد الله جزر القمر، أيضا لهم أيضا في كثير من الدول الأخرى. ما الهدف الذي تسعى من خلاله يعني هذه الدولة في نشر ثرواتها وحرمان شعبها؟ الشعب الإيراني يعيش مجمله فقير، ونشر هذه الأموال الطائلة لإنشاء هذا المذهب، اسمح لي أن أقول ليس المذهب الشيعي وإنما كما سماه أخونا عبد الله الصفوي الفارسي. هم طبعا يعني حماسهم يعني للفرس وللطين الفارسي أكثر من حماسهم للإسلام، بدليل أن هذا الخليج اللي يعني اشتهر باسم الخليج العربي هم مصرون أنه يسمى الخليج الفارسي. طيب معروف بأن العرب يعني هم الذين نزل القرآن باسمهم بلغتهم، وهم الذين بعث الله تعالى آخر الرسل منهم، فاختار الله تعالى العرب ليشرفهم على غيرهم من الأمم. طيب لماذا لا تقول أنا والله أحب العرب لأن القرآن بلغتهم؟ الله تعالى اختار ذلك. الله تعالى يقول والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفضل مكة على بقية البلدان، يفضل ماء زمزم على بقية المياه، يفضل شهر رمضان على بقية الأشهر، ربك يخلق ما يشاء ويختار. ففضل الله تعالى اللغة العربية على غيرها من اللغات وأنزل بها القرآن، فضل الجنس العربي على غيره وبعث منهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلماذا تصرون أن يسمى بالخليج الفارسي ما هو شرف له أن يسمى بالخليج العربي؟ هذا أمر. الأمر الثاني يعني مع الأسف الشديد حقيقة أنا كنت متعاون مع بعض الإخوة في بعض الجمعيات الخيرية قبل أن تقع أحداث 11 سبتمبر وتقفل عدد كبير من الجمعيات الخيرية وحلقات التحفيظ وغيره. كنا نشرف على عدد من المدارس في أفريقيا بنيت بأموال محسنين من هذا البلد المبارك ومن بقية دول الخليج، ومدارس ومساجد وفيها حلقات تحفيظ قرآن وغيره، وكنا ندعمها ماليا من تبرعات هذا البلد وغيره من البلدان لأجل أنك تستطيع تصرف رواتب المدرسين، تدفع إيجارات، تسدد ما عليك من التزامات. فوقفت التبرعات، ثم بعض الإخوة قبل بعض التبرعات فضيق عليه أكثر وأكثر، فانقطع الدعم عن هذه المدارس وطلاب يدرسون ومدرسين، وهي مناهج من مناهجنا يعني نفس مناهج المملكة، بعضها كتب مستعملة تؤخذ وترسل إلى هناك لما ينتهي الفصل الدراسي. أتدري من احتلها بعدما توقف الدعم عنها وتوقفنا وصرنا بعض الإخوة ممنوع من السفر وغير ذلك؟ احتلتها إيران، وأصبحت السفارة الإيرانية هي التي تدعم هذه المدارس وغيرت المناهج إلى مناهج شيعية تزعم أن علي رضي الله عنه يعلم الغيب، ونادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في الرغائب، وتسب عائشة وتتهمها بالزنا موجود بالنصوص في الكتب، وتكفر أبا بكر وعمر وتلعنهما في الصباح والمساء عند التلاميذ، يقول القرآن ناقص وجعلنا عليا صهرك أسقطت من ألم نشرح لك صدرك وغير ذلك من الضلال الموجود. هذا كلام مثبت وموثق. هذا كلام مثبت وأنا مسؤول عنه يعني، وكنت قائما مع الإخوة على هذه المدارس يعني ما أتكلم من فراغ، شيء رأيته بعيني يعني، وعندنا أسماء المدارس وعندنا الدول التي هي فيها. فأنا أعني بهذا أن إيران لما عملت لأجل أنها تدعم التشيع في العالم، أنا أقول أحيانا لبعض الدول الإسلامية ما نريدكم تدعمون السنة في العالم، لكن على الأقل اسكتوا يا أخي عمن يدعم السنة، عمن يعمل لها. إن كنتم لا تثقون في من يعملون كأفراد فادعموا تلك المدارس وغيرها عن طريق جمعيات موثوقة. أما يا أخي أن تكون تلك المدارس كحال الهرة التي حبستها المرأة فلا أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا أمر لا يقبل. ثم نأتي ونقول يا أخي إيران تسلطت، التشيع انتشر، طبيعي التشيع ينتشر إذا أنت بتضيق على الخير، بتضيق حتى على طباعة الكتب الإسلامية، طبيعي يا أخي انتشر التشيع. لكن قبل أن نأخذ اتصالات شيخنا، يعني هو سؤال مهم، هؤلاء الذين يتشيعون في شتى العالم هل فعلا يتشيعون حقا ومن قلوبهم أم أنهم كثير منهم ليس على ذلك، كثير منهم إنما تشيع لأجل بعض الأموال التي تأتي، وأنا أتكلم عن شيء رأيته بعيني، ما أجيب كلام يعني هكذا من خبط عشواء. كثير منهم يصرف لهم أموال، يصرف لهم رواتب،
يصرف لهم أشياء دورية أحيانا لأجل أن أظل على ما هو عليه من التشيع. اسمح لي بعض الاتصالات. أستاذ فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم جميعا. أنا حبيت اليوم وعلى عجالة ما أحب أني أسأل وقت البرنامج. حبيت أتصل أولا سببين. السبب الأول حبيت أسلم على الشيخ. الله يجزيك. والله أشهد بالله أني أحبك في الله. الله يجزيك خير فهد. الله يجزيك. وهذه الفرصة أسلم عليك يمكن يمسك الخط. حاولت قبل فترة طويلة لك ما رد الله. إن شاء الله حظك. الله يجزيك خير. طيب السبب الثاني يا فهد. إن شاء الله. النقطة الثانية اللي هي موضوع الحلقة. اللي هو حبيت بس بقول كلمة على عجالة فيما اللي حصل مثلا في مصر في تونس وما يحصل في ليبيا. صحيح حنا ندعم الشعب لأنه طلب للإصلاح وإصلاح طاغية متفقين. أما ما يحصل في البحرين هذا شيء ثاني. ما يحصل في البحرين لا أحد يوافق عليه مسلم أيا كان، لأنه ليس بطلب الإصلاح بل هو حق أريد به باطل. السبب وشفناها في الصور زي ما تفضل الشيخ، شفناها في الصور السيستاني والخميني. فأقول للشعب أو لما يدعي انتماءه للبحرين من الشعب من الشعب الشيعي أقول لهم لن تحصلوا على البحرين أو على أي قطعة تكون تحت يد السيستاني أو الخميني أو أيا كان. وحتى لو لم يستطع النظام وهو قادر بإذن الله، وحتى وإن لم يستطع النظام على ردعكم وإخراجكم من هذه الأرض، إن أردتم شرا بها وإن لم يستطع النظام، فالشعب شعب السعودية وشعب الخليج سيزحف زحفا على البحرين وسيطهرها. وإن أردتم العيش بكرامة فأهلا وحبا، وإن أردتم العكس فالنظام لكم، وإن لم يستطع فالجهاد عليكم. طيب هذا ما أحببت أن أقوله. طيب. وجزاكم الله شكرا خير. شكرا. ناخذ تعليق الشيخ على يعني كلامك بعد كلام او بعد مداخله الاستاذ محمد. اخوي محمد السلام عليكم. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله. نحن في اخر الوقت فبإجازة لو تكرمت. ابشر. اسلم ايضا على شيخنا الجليل حفظه الله يحفظك محمد بارك. بس حبيت يعني اقول اللي يجري في البحرين واللي يجري في هذا صراحة شيء يعني مفين والله العظيم. فأريد أقول أن اللي يجري بالبحرين الآن راح يجري بالكويت، وإذا جرى بالكويت راح يجري بالسعودية. فهذا مخطط يعني معد مسبقا، والطلبات اللي في البحرين راح تنفذ في الكويت أيضا. نريد منكم أن تضعوا مشروع أنتم إخواني لصد هذا الهجوم الفارسي. وشكرا. شكرا يا أستاذ محمد. وشيخنا يعني يبدو هناك وعي من الناس أن ما حصل في ثورات مصر وتونس مختلف تماما عن اللي حصل في البحرين. أكدت على هذه الاتصالات. في تعليق على كلام الأخ فهد، وهو يعني إن شاء الله سيستطيع النظام أن نتفاهم معهم وأن يعني ينهي مطالبهم إن شاء الله بشكل سلمي. لكن هل في تعليق على كلامه؟ هو والله الأخ فهد يعني يفترض أنه ستقع حرب بيننا وبين الشيعة. أنا استبعد هذا. والأمر إن شاء الله تعالى يعني أنا أحسن الظن بكثير منهم، خاصة من شبابهم، أنه إذا عرف الحق وصار عنده شجاعة داخلية أنه سيتبع هذا الحق وسوف يعني يهتدي إليه. وأظن بإذن الله تعالى أن الله جل وعلا لن يترك عباده هملا لهؤلاء، وأن الله تعالى سينصر يعني سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن باستقراء التاريخ هل سبق الأهل السنة أن هاجموا الشيعة أو لا أذكر في الحقيقة في التاريخ، يعني بعضهم يذكر في الدول الفاطمية، لكن لا أذكر في التاريخ أنه وقع حرب هكذا بين السنة والجماعة وبين الشيعة. لا أذكر في التاريخ أنه وقعت مواجهة. لكن أنا كنت أقصد أنه لم يبدأ السنة بإذاع الشيعة والحمد لله. نعم عموما لا أذكر أنا. لأن قد يذكرني بعض الأخوة بعد الحلقة، لكني لا أذكر أنه وقع مواجهة ما بين جيش سني وجيش شيعي وتقاتلوا. هل يعني كلام الأخ محمد متخوف جدا من يعني خروج هذه المظاهرات وهذه المطالبات إلى دول أخرى مثل الكويت مثلا؟ والله يا أخي نسأل الله تعالى أن يؤمن الجميع. نحن طبعا لا نفرح باضطراب البلدان، لا يعني الكويت برضو هي بلدنا ويعني وأهلها أحبابنا وإخواننا وأصهارنا وأهلنا ومشايخنا، وقل مثل ذلك في قطر وفي عمان واليمن والبحرين وجميع الدول. يعني الواحد لا يفرح حقيقة، والإمارات أيضا والسعودية، لا يفرح الواحد بوجود الشر في أي بلد أو الحرب. بل يا أخي حتى في لو قيل لي وقع في البرازيل ولا في الأرجنتين حرب أهلية ضاق صدري. ودي الناس يجتمعون ويهتدون ويعيشون بسلام ويتبعون الحق قدر المستطاع. فأنا أستبعد حقيقة أن يقع
شيء من ذلك. ونسأل الله تعالى أن يعني يكف شر من أراد شرا، أسأل الله تعالى أن يكف كيده في نحره. اللهم أمين. لكن من الطبيعي أن كل الناس يعني سواء كانوا شيعة أو كانوا غير أو طائفة أقلية وما شابه ذلك لهم بعض المطالبات. والسؤال نختم بالحلقة لكي نوجه الناس أيضا، ما هي الطريقة المثلى لكي يطالب الناس فعلا بحقوقهم ومع ذلك يبقون على الائتلاف وعلى عدم الاختلاف؟ والله يا أخي شوف، هو بعض الحكام كما ذكرنا يعني في البداية أحيانا لا ينفع معه أن تطالب بحقك يعني بالطرق إن صح التعبير الاعتيادية، اللي هو أرسل فاكس وأرسل له إيميل وحاول أنك تكلم خطيب الجمعة يتكلم عن الموضوع وأرمي كلمة في برنامج تلفزيوني ويفهمها الحاكم ويعطيك حقوقك. يعني هذا لا يكون أحيانا في بعض البلدان كما وقع عند مثلا ابن علي هذا الهارب ولا الحسني مبارك ولا غيره، فاضطر الناس إلى أن يخرجوا ويصيحوا في الشارع يقول نحن نريد الحقوق الفلانية. يكفيك يا أخي أن لما سقط حسني مبارك وجدوا عنده 70 مليار دولار، يا أخي قسم 70 مليار على 70 مليون من المصريين، بلاش تقسمها على عدد سكان، قسمها على عدد الأسر. هب أن في يعني عدد سكان مصر 80 مليون، قل مثلا الأسرة مثلا معدلها 8، قل مثلا 10 ملايين أسرة، وزعها 70 مليار، 70 مليار دولار، ها يعني أضربها تقريبا في خمسة حتى تطلع كم جنيه، يطلع تقريبا 350 مليار جنيه، قسمها على 10 ملايين، شوف كم يطلع لكل واحد، يبقى 35 ألف تقريبا أو قريبا من ذلك. فالمقصود أنه يعني واضح أنك حرامي قاعد تسرق الناس، فيحق للشعب أن يقوم ويعترض عليك. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه يوما فاستعجل صلاته ثم قام بعد الصلاة مباشرة وذهب البيت ثم رجع، فعجب الصحابة من إسراعه. تدري إيش اللي جعله يقوم بسرعة عليه الصلاة والسلام يرجع؟ قال ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فخشيت أن يحبسني. يعني عندي كسرة ذهب تذكرت أني ما طلعتها الصدقة، وهي أصلا تبرعات من الناس صدقة، تذكرت أنها عندي في البيت، خفت أموت أو شيء وهي عندي، فأمرت أن أتصدق بها ثم رجعت إلى مسجدي. فما بالك يا أخي بمن هو مثل عصا موسى تلقف ما يأفكون ويلقف أموال الناس ويهلكهم وغير ذلك. الشيخ محمد العريفي شكرا جزيلا لك المشاركة. إذا كان معنا على مدار الساعة والساعة والنص الماضية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عثمان العريفي أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، أمتعنا بحديثه. ندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذا البرنامج بعد هذا الفاصل مع ضيفنا الدكتور وليد رشودي، فابقوا معنا. بارك الله.